مرحبا بكم أعزائي بفيديو جديد، وبهذا الفيديو أنا أريد أن أتحدث حول لغة SQL الدليل الشامل الأول في هذه السلسلة من الفيديوهات. سأقوم بشرح قواعد SQL الرئيسية من خلال التمارين، وهذا الدليل متحدث باستمرار، يمكن أن تحصل عليه، رابطه في صندوق الوصف والرابط الخاص به learnwithnow.com/SQL. فمجرد أن تذهب لموقعك ولرابط موقعكم /SQL ستذهب لهذا الدليل الشامل. فإذا كيف ستطبع معي هذا الدليل، أو كيف ستدرس SQL في هذا الدليل؟ بداية، لست بحاجة أن تعرف أي شيء مسبق، لست بحاجة لتثبيت أي شيء، لست بحاجة أن تقوم بأي شيء سوى أن يكون لديك متصفح حتى تتصفح الدليل، لأن الدليل موجود هنا، وبعد فترة، الآن غير متاح، لكن بعد فترة سيكون هنالك ملف PDF موجود هنا، يمكنك أيضا أن تقوم بتنزيل هذا الملف والدراسة منه، لكن حاليا غير متاح، لكن سيتاح في المستقبل. فبخصوص للتتبع معي، ضروري جدا أن تقوم بفتح أيضا تبويب آخر بالمتصفح، يعني تفتح التبويب الأول هو المقال هذا، والتبويب الثاني تفتح هذا الموقع الذي اسمه db/fiddle.com. طبعا هذا موجود رابطه أيضا في صندوق الوصف، ونحن سنكتب كل التعليمات من خلال هذا الموقع، فضروري جدا أن يكون لديك هذا الموقع مفتوح وتكتب به. بهذا الموقع شرح بسيط عنه، لدينا هنا قسم مربع هنا اسمه Schema SQL. بSchema SQL هنا سنكتب التعليمات الخاصة بإنشاء جداول قاعدة البيانات وإدخال بيانات. إذا كانت هذه الجملة غير واضحة ستصبح واضحة في المستقبل، لكن الأساس هنا هو أننا سننشئ وندخل البيانات هنا. أما بتبويب Query SQL سنقوم بالاستعلام عن البيانات هنا، فهنا سنكتب أوامر الاستعلام، وهنا سنكتب أوامر إنشاء جدول مثلا أو إدخال بيانات. بعد ذلك عندما نكتب كل هذا يمكن أن نقوم بالنقر على Run، وستظهر لنا النتيجة في الأسفل. عند التمرين سيصبح هذا واضح جدا. أيضا لاحظوا هنا في الجانب يوجد فهرس لهذا الدليل. هذا الدليل الآن فيه تمرين واحد، لكن سيصبح فيه تمارين أخرى في المستقبل، وبالتالي سيصبح طويل جدا، فيمكنك التصفح من خلال هذا الفهرس. والشيء الذي قلته الآن كيف تتبع هذا الدليل، الآن شرحته في كلامي الآن عن هذه الأمور. وأيضا أود تنويه أن هذا الموقع الذي أنا أشرح عليه هو ليس عبارة عن كلام دعائي، أنني أقوم بإعلان لهذا الموقع، لا يوجد شيء مثل هذا، هو موقع مجاني وموقع مفيد، وأنا أردت مشاركة الفائدة معكم فقط. بالنسبة للتمارين ستجدونها بأساسيات لغة SQL، وهنالك تمرين مثلا، هذا هو التمرين. في موقعي يوجد وسيوجد الكثير من المجموعة من الدليل الشامل، فSQL واحد منها. رقم SQL هو 300، وبالتالي كل التمارين الخاصة بSQL سيكون بدايتها 300، فالتدريب الأول سيكون 301. فإذا ذهبنا إليه بهذا الشكل، لاحظوا هذا هو التمرين، هذا عنوان التمرين، وهذا تفاصيل التمرين. بعد كل تمرين أو قبل كل تمرين بالتفاصيل، أنا سأخبرك الجواب النهائي، يعني أنا سأعرض عليك الجواب النهائي في البداية، فبحيث أنك أردت أن تعرف ما هو الجواب، أو كتبت جواب وتريد أن تتأكد، يمكنك مقارنة جوابك مع جوابي. فبالتالي هنا لاحظوا مثلا رابط الأمر النهائي الخطوة الأولى، إذا قمت بالنقر هنا سيتم فتح نفس الموقع، لكن فيه مكتوب الكود الذي أنا كتبته جيد، وهو هذا وصف عن الكود هذا. فأنت تكتب بنفسك على شيء فارغ كهكذا، تكتب بنفسك، وأيضا لديك الكود الصحيح حتى تقارنه معه، وكل خطوة طبعا لها كود يمكن أن تذهب إليها. فإذا هذه هي طريقة معرفة الإجابة الصحيحة، أشرح لك كل الأشياء موجودة في الموقع. فيمكنك الآن تتبع مع التمرين كفيديو، أو يمكنك تتبع معي التمرين ككتابة، أن تقرأ هنا وأن تدرس هنا بهذا الشكل. إذن هذه هي طريقة التتبع، هذا هو طريقة الدليل الشامل التي سنكررها مع كل التمارين.